البحر، البحر هما خلقوه، البحر هما جابوه، هما خلقوه تاع الجزائر. البحر ماشي تاعكم، تاع الناس كاع. الناس راهم يجوا حراقه يرفدوهم، يداويوهم، يلبسوهم، يديروهم الماكله ويدوهم. الناس الكفار واليهود راهم يهدروا عليهم، انا اللي نشوفهم يروحوا يحرقوا في اسبانيا، يحرقوا في ايطاليا، قاعد يدخلوهم. انتوما جو عندكم زوج برك تقصوا عليهم، وراكم تتباهوا باللي قتلتوهم. انت يا ولاد تاعك روحي تخرجي منها، روحي خرجي. حسبه لهم هما ابطال باطلين، قتلوا مدنيين. واش قتلوا؟ قتلوا عسكريين، قتلوا مدنيين، راهم قاعدين يتباهوا بيها. يا وانتوما والزيرو كيف كيف راكم تبهدلوا، بهدلتونا في العالم، في العالم واسره بهدلتونا. فهمتوا ولا حاطين روحكم حاجه؟ اقسم بالله انتوما زيرو. وكما تدين تدان، كما تدين تدان، كاع يضحك يجي نهار يلحق. والله قسما بالله ماشي اليوم غدوه، ماشي اليوم غدوه. شكو حاسبين روحكم نتوما؟ دخلوا مساكن غلطوا تيريو عليهم، معليش كما قالت يماه مسكينه، دخلوه دوهم للحبس، ديروا معاهم تحقيق. وخمسه رصاصات، الحقد يا الزح، الحقد، حقد كبير. انا ما لقيتش حل، ما عرفتش علاه. جات عداله، لو كان جات عداله في الجزائر، لو كان في الجزائر يدخلوا هذا التيري، يدخلوا للحبس ويشارع. صح ما كاينش العداله في الجزائر، والله ما نروح ندير ثما. نحب هاد الجزائر بلاد بابا وبلاد جدي مدفونين فيها، بلاد جدادي، فهمتي. هما دركا جابوا دوله واحده اخرى واسمها البوليزاريو، هما ما يخموا غير على البوليز، على البوليخاريو، ما مش يخموا على الشعب. واش مصارفين على البوليزاريو؟ لو كان مصرفوها علينا وبناو مستشفيات، بناو ديور، وكان تشوفي الديور اللي بناوهم فضيحه، تبهديله تبهديله تبهديله. تدخلي ليهم حاشاك التواليت ما تنغلقش، دايرين الباب بالمقلوب، ما عباليش كيفاش دايرين. يا ودي ما عندي ما نحكي لك، او كلش او كلش صوت وصوره. بكري كان غير كانت اذاعه الثامنه في التلفزيون، نشرت الثامنه، كانوا يقدروا يخبيو. دركا ما يقدروش يخبيو، كلش بالانترنت. هذوما اللي قتلوهم، شكون اللي خرج الفيديو في الانترنت؟ الجزائريين صوروه من الحدود. يتبهدلوا، يجي نهار يتبهدلوا، يجي نهار يتبدل الحال. امبوسيبل تقعد الجزائر هكا، من المحال هكاك. وكاين وهكاك، وكاين جزائريين، كاين، ما تقوليش بلي ما كاش اختي كنزه، اقسم بالله غير كاين. كاين جزائريين اللي راهم يحوسوا البلاد تتسقم، وكامل الشعب الجزائري يعيش، ماشي هما يجوا يروحوا يداويو في الخارج، وانت يا ما تلقاش وين تداويو. اقسم بالله ناس محروقه من فوق لتحت، ما يلقاولهاش بلاصه في السبيطار، وهما فم يجيبوا طياره يخرجوا للخارج. لا لا، يجي نهار تبدلوا ان شاء الله، يروحوا كامل ان شاء الله، يروحوا تقعد دوله مدنيه، والشعب الجزائري يعيش بكرامته وبحريته. ابواق النظام اشبال الرجال، وكان يطلع عليه صبيه سونسيس. واش دخلك انت؟ واش دخلك؟ ما نحبش تبون وما نحبش نقريحه. انت واش دخلك؟ يا سبحان الله، ياك راهم في الدار خاوه، وكاين انت ما تحبش خوك وما تحبش اختك. انت واش دخلك؟ واش دخلك فيا انا؟ لا اله الا محمد رسول الله. ما نحبش النظام، نكرهو. الجزائر نحبها تقعد بلادي، وعشره في عينيكم، فهمتوا؟ ولي راه حوس عليا يجي مرحبا به. بغيت غير نقول لكم واحد القضيه والاخوان اللي معنا هنايا في اللايف، باش يفهموا واحد القضيه، باش نكون صريح، باش نكون معكم صريح. انا كتعرفوني انايا ما عنديش مع النفاق، انه الجيش الجزائري يقتل الشعب الجزائري، انا اتضامن مع الشعب الجزائري، ولكن في الاول وفي الاخر كيبقاو الجزائريين بيناتهم، ويبقى شان داخلي. انا اتضامن مع الشعب، ولكن ساغست سا غوليف دو دومين دو بريفي، سي اونتر الجيريان، بيناتهم يتناكوا مع بعضهم، يتقاتلوا مع بعضهم، هذاك ماشي هم يتقاتلوا مع بعضهم، هذاك ماشي دخلي. انا نقول الشعب راه ضحيه، ندد بهذا النظام، ولكن اتوقف هناك. ولكن باش تقيسوا مواطن مغربي، يا ايها النظام الارعن، والله غير تخلصوها غاليه، اقسم بالله كاينه تحركات خطيره. انا جات عداله في الجزائر، واحد 12 ديال الناس، جات عداله، لو كان جات عداله في الجزائر، لو كان في الجزائر يدخلوا هذا التيري، يدخلوا للحبس ويشارع. صح ما كاينش العداله في الجزائر، والله العظيم. تعرفوا شنو هي ليفي دومينو؟ ليفي دومينو، هذا الحدث هذا ما خصناش نتغافلوا عليه، غادي يجر الوضع لواحد التسارع، لواحد الخطوره. انه من جهه هما مواطنين مغاربه وفرنسيين، مدنيين ومدنيين وعزال. واحد الحل يا شيخ خفيف، تفضل اختي. نقول لكم، نقول اسمح لي قاطعتك، صح نقول لكم واحد المعلومه. اليوم بريطانيا خرجت واحد البيان تنبه الرعايه تاعها ولا المواطنين تاعها من دخول الجزائر، تعلمهم انهم ما حش يكونوا في الامان، واذا قربوا للجزائر ولا راحوا لها. قالت لهم حوسوا في المغرب كما تحبوا، بصح الجزائر عسوا دخلوا لها، يعني نددت وعلمت الرعايه تاعها والمواطنين تاعها. شوف لوين لحقنا، يعني العالم عاد يتكلم علينا بواحد الرخص. هذا واش حبوا راهم لحقوا للي حبوا، يعني صاي الرخص هذا لحقونا لي رانا فيه. انا بغيت غير نكمل المداخله ديالي ونعطيكم الكلمه بعجاله. بغيت نقول النظام، وانا على بالي كاين مخابره تاع بلا هنايا،
على كاينه ضروري كما تكون جوهره ولا تحيه ما ولا المتفائله. اسمعوا يا مخابره تاع عبله، اقسم لكم بالله احنا المغاربه لحمنا مر، وكنوجه التحيه والسلام للمحاميين المغاربه، النواب المغاربه، لي مير مغاربه، لي جوج مغاربه، لي ماجيسترا مغاربه هنا في فرنسا. كنوجد لهم التحيه والسلام على المجهودات اللي داروا، انهم من بينهم انا نهار الجمعه على الساعه 18:45 جي بورتي بلانت كونتر الجيري كونتر لا مارين الجيريان، وحنا 18/1 وكنشكروا الناس اللي الناس المغاربه دوجين ماروكان اللي هنايا، دي مير، دي ماجيسترا، دي بروكيور، دي افوكا، دي جوج، كنشكروهم. وغادي نربيكم يا مخابرات عبله، اقسم بالله العظيم لا غير تخلصوها غاليه. تحركات سياسيه غاديه، احنا ماشي، احنا شوف احنا ماشي 1 2 3 فايف الجيري ونجبد الدرابو ونبدا، نو 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 نو، احنا بالعقل كنخدموا في صمت. وكما حيدنا لكم ديك البنت اللي وطات على التصاور ديال صاحب الجلاله وصيفطناها لاداس للخيريه، ومول الجمعيه عطينا 48000 اورو ديال الخطيه ونحينا له الجمعيه بالقانون، غادي نمشي معكم بالقانون ان شاء الله وتبقاو على خير. السلام عليكم. الحديث كاين قافله ان شاء الله، ان شاء الله كل واحد يدي حقه، ان شاء الله يا ربي كل واحد يدي حقه. تفضل شيكو. ايه تفضلي تفضلي كنزام بعد شيكو. معليش، كما قلت لك كما كنشوفوا هذا النظام العسكري الديكتاتوري سوري، راه صايق الجزائر مدخلها في حيط للاسف. ماشي غير دخلت دخلت شغل كار كار كان يجري 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 ودخل صال. وبغيت نسولك انت كجزائريه وعشتي في الجزائر مع الاخت جوهره كذلك، واش باقيين هناك احرار في الجزائر ولا كلهم خرجوا؟ هذا السؤال الاول ديالي. نصهم في الحبس ونصهم خرجوا ونص ما حاب يخرج، لاننا حنايا حتى في اللايف ديالنا ولينا ما بقيناش عارفين صراحه. انا شخصيا نهضر على راسي، انا ما بقيتش عارفه كيفاش نتعامل، ما بقيناش نفرقوا بين الناس العاديين والذباب الالكتروني والمطبلين للنظام، ما بقيناش يعني وصلنا لواحد المرحله اللي بدينا نخافوا نطلعوا شي حد. وان كان هناك احرار زعما احرار عندهم الحريه، ما كنهضرش على الاحرار اللي مسجونين او الاحرار اللي خارج البلاد، الاحرار اللي عندهم حريه، حريه ديال التعبير او حريه يعني. الى متى؟ انا دابا السؤال اللي كنطرح، الى متى غادي نبقاو حنايا هكا منطقه شمال افريقيا والجزائريين هذوك الاحرار؟ ما كنهضرش على الاخرين المطبلين للنظام وازلامه والابواق والذباب الى غير ذلك. الى متى يا اختي المتفائله؟ حتى يروح شنقريحه وتبون وتولي دوله مدنيه، تروح لازم تروح الدوله العسكريه وتولي الدوله المدنيه. شنقريحه وتبون هما فقط عملاء بحال هذا الشيء، فاش كتكوني كتلعبي الضامه دومينو. فوالا دي دومينو كيهزهم وكيحطوهم. دونك اتون افي، واش ما غيكونوش شنقريحه واحد اخر وتبون واحد اخر؟ يعني الى متى سوف نعاني كلنا من هذا النظام العسكري الديكتاتوري؟ ايه كاع انتوا احنا الضحايا الاولين وانتوما الزوجين. اللي راهو يقول البحث متواصل عليك تعالى، مرحبا بك في اي وقت، في الليل على 12 تاع الليل على 10 تاع الصباح كيما حبيت تروح. انا راني نسكن في نونت معروفه، راه غير السنتر فيل تلقاني ما كاش مشكل. وقعدوا هذو اللي خوفوك، سمحيني اختي كنزه قطعتك، قعدوا هذو ما ابواق النظام شبان رجال، وكان يطلع عليه صبيه صنصيص. واش دخلك انت؟ واش دخلك؟ ما نحبش تبون وما نحبش نقريحه، انت واش دخلك؟ يا سبحان الله، ياك راهم في الدار خاوه، وكاين ما تحبش خوك وما تحبش اختك، انت واش دخلك فيا انا؟ لا اله الا محمد رسول الله، ما نحبش النظام نكرو، الجزائر نحبها تقعد بلادي، وعشره في عينيكم، فهمتوا؟ ولي راه يحوس عليا يجي مرحبا به. قلت لك اختي كنزه، حتى يروحوا هذوما ابواق النظام لازم تروح الدوله العسكريه، باش تروح الدوله العسكريه لازم الشعب يخرج ويقعد في الزنقه، يروحوا حابين يعيشوا كيما الناس، ولا راهم حابين يعيشوا يقعدوا مذلولين، خليهم يقعدوا مذلولين، الله غالب، هما دركا كاينين الناس ما تقدرش تعيش. كيما راهي عايشه راهي تحوس دير لها بوسيب باش تخرج وتقعد تزاير، تقعد غير ليهم، هاي ليهم يدوها ياكلوها، انا وحده ما عندي ما نروح ندير ثما. نحبها تزاير بلاد بابا وبلاد جدي مدفونين فيها، بلاد جدادي، فهمتي؟ هما دركا جابوا دوله واحده اخرى واسمها البوليزاريو، هما ما يخموا غير على البوليزاريو، البوليخاريو ما مش يخموا على الشعب، واش مصارفين على البوليزاريو اللي كانوا مصرفوها علينا، وبناو مستشفيات، بناو ديور، وكنشوف الديور اللي بناوهم فضيحه، تبهديله تبهديله تبهديله، تدخلي ليهم حاشاك التواليت ما تنغلقش، داين الباب بالمقلوب، ما عباليش كيفاش دايرين يا ودي، ما عندي ما نحكي لك، او كلش صوت وصوره.
بكري كان غير كانت اذا في اذاعه الثامنه في التلفزيون نشرت الثامنه، كانوا يقدروا يخبيو، دروك ما يقدروش يخبيو كلش بالانترنت. هذوما اللي قتلوهم، شكون اللي خرج الفيديو في الانترنت؟ الجزائريين صوروه من الحدود، يتبهدلوا، يجي نهار يتبهدلوا، يجي نهار يتبدل الحال. ان بوسيبل تقعد الجزائر هكا، من المحال هكاك. وكاين وهكاك وكاين جزائريين، كاين، ما تقوليش بلي ما كاش اختي كنزه، اقسم بالله غير كاين. كاين جزائريين اللي راهم يحوسوا البلاد تتسقم، وكامل الشعب الجزائري يعيش، ماشي هما يجوا يروحوا يداويو في الخارج، وانت يا ما تلقاش وين تداويو. اقسم بالله ناس محروقه من فوق لتحت، ما يلقاولهاش بلاصه في السبيطار، وهما فم يجيبوا طياره يخرجوا للخارج. لا لا، يجي نهار تبدلوا ان شاء الله، يروحوا كامل ان شاء الله، يروحوا تقعد دوله مدنيه، والشعب الجزائري يعيش بكرامته وبحريته، يعيش بالحريه وبالكرامه. خاطرش واش راه العدس 60,000، شكون اللي يقدر يشري العدس ب 60,000 للكيلو؟ نعم شيكو، تفضل تفضل، اسمح لي. اوكي اختي، السلام عليكم. على السلام اختي، والسلام على الاخت زهير. اسمح لي، طولت عليك والله، نسيت. لا اختي ما كاينش مشكل، انا بحكم ديالي الاصول ديالي انني ولد المنطقه الشرقيه ولد الناظور، بحكم انني ولد اخر السبعينات، يعني ما ولد اخر السبعينات، انا كانت عندنا واحد العلاقه ديال الجوار مع الجدب الاخوان الجزائريين في ذاك لايبوك. كنا يعني وكنا وتربينا على اننا كانت الشاشات البارك الشاشه المغربيه والشاشه الجزائريه. انا كنا نعرف الجزائر بحال الجزائريين انفسهم او اكثر، ربما اكثر، على حسب. كبرنا في بعض في 89 من دخل الجزائريين، صار بينهم واحد صدر رحم، كنا اخوه في واحد، بغض النظر على الحيثيات السياسيه بين النظامين. على اي اننا اللي بغيت نضيف مداخله ديالي سريعه خفيفه، بحكم ان التربيه الجزائريه، حكم التربيه الجزائريه ومقتل الشابين المغربيين على الحدود، ما سموهما بالحدود الجزائريه يعني البحريه. انا كنقول بالله عليكم ان بحكم انني مقيم هنا في اوروبا اكثر من 20 سنه، اما الحدود هنا في اوروبا يعني شبه معدومه. تصور حتى ان الحرب، ان النظامين ما كاش، ما كاش طبيعه الحال، ما كاش حتى لابوليس في الحدود، ما كاش تدخل كيما تحب الحدود، ما كاش تدخل كيما تحب. الرمات بين فرنسا واسبانيا، ما كاينش حدود. انا دولتين واحد منطقه معزوله، كاين شكون فيها دولتين معينتين، وكينضموا هذوك دو غوفيرنوس، وقضيه كل شيء غادي بخير. انا ملي كنشوف هذا النظام الارعن في الجزائر اللي كيقتل واحد الشابين بحجه انه تعدى الحدود الوهميه اللي وضعوها، كيفاش ان هذا النظام او هذا القاتل الجاني، هذا السفاح، انه قتل واحد جوج الناس بارحين بدم بارد، كيفاش هو كينعس؟ الغريب والعجيب انني كتخلى لايفات معينه، في اللايفات ديال الجوهره وحاولت ندخل البارح ولكن طلع لي ما طلعتنيش للاسف، انني كنشوف اغلب الجزائريين لم اجد فيهم رجلا رشيدا ان يقول كلمه الحق، فهمتي؟ وان يكون يعني وجه او عصا، يضع العصا في عجله النظام، او يقول كلمه الحق، يقول اللهم هذا منكر. تلقى اغلبيه انهم يعللون ويبررون ان المقتل هذ الناس هو اسوه بما جرى في القرقارات. هنا كنشوف الغريب العجيب، اننا كيف تنقول هذا الشعب هذا ماذا جرى لها؟ واش هذا الشعب كيعيش يعني 50 سنه 62 عاد الاستقلال، ايام بوخروه من القلب على بن بلة، والشعب كي 75 و73 بالضبط، 73 بالضبط، انه كيدعم هذه الشرذمه ديال البوليخاريو بين ظفرين، وكيمولها بالعتاد والاموال اكسيتيرا، والشعب كيعيش في الحضيض وكيضحك. يعني انا كان في نظري انا ابن الريف، وانا احنا ارياف، اكثر الناس يضحينا يعني مع النظام المغربي. حنايا كنا في واحد الاوقات كنا ضد النظام المغربي، وكنا ولكن هناك كانت على اي حال النظام المغربي، ان ميتو في الحسن الثاني من جان محمد السادس، اننا حاول جمع ما يمكن جمعه، ولينا في طرف النظام محمد السادس، وكنقول الله يكمل بخير. حنايا كنا اكثر الناس يعانينا في النظام الاسبق، في الحسن الثاني او ما قبل الحسن الثاني. على اي حال موضوع السؤال ديال مولاي محمد او عبد الكريم اللي غايه في نفسي يا اخو، ولكن حنايا كنا، ولكن هذا المشكل انك تشوف ان الجزائريين انهم كيفاش انهم كلمه حق، كلمة يعني يقوموا بتنديد معين ضد هذا النظام أو هذا الفعل الجرم اللي وقعوه هذول الإخوة الجزائريين. أو أنا كنقول إخوة مهما يكون، كنسميهم إخوة ديالي على عيني، كنسميهم إخوة بحكم أنني عشت جزائريين في أوروبا وعشتهم واحد المعاشرة طويلة، وكنعرف فيهم الصالح والطالح، والصالح والطالح في كل البلاد، ولكن يريدوا الصالح أكثر من الصالح. أما من حيث التربية الجزائريين كنلاحظ أنهم كيسبوا واحد السبان في جميع المداخلات ديالهم. ما كنتش كنعرف أن هذه القضية السبان كتجي ربما في الدماء ديالهم، ما عرفتهاش. كنقول ما شاب على شيء ما شاب عليه، ربما هذا عيب. هذا النظام واش رباهم على السبان؟ السبان ما كيلقاش كلمه طيبوبه، كلمه يعني كتهضر مع جوج كيسب، يجبد الام ويجبد الراي يربب ويجبد الام. حتى ان مثلا المناطق الشرقيه المغرب، مثلا واحد بركه الجزائر، هما اقرب الناس ديال المناطق الحدوديه مثلا ديال النواحي ديالها. شكون عاونهم في ال 75؟ ماشي المناطق الحدوديه هي اللي كانت تعطيهم الماكله والماوى واللباس والسلاح؟ شكون؟ دركا اقسم بالله لو كان جا العكس وتوعنا زوج شباب غلطوا ودخلوا المغرب، اقسم بالله لا يكون العكس، العكس تماما. هي واللي تيراو عليهم من فوق، قال لك جا الامر من فوق، من القياده العليا، يعني مش هذاك اللي شافها مقرص،
من فوق جات، هو عيط سقصى ومن بعد قالوا لهم تيريو ما تيراش وخلاص. هذه الموضوع فيما يسمى بنكسة البريكس، يعني باش يغطيو على نكسة البريكس خيخلقوا واحد البعبع، واحد البعبع، واحد الوهم للشعب الجزائري انه مثلها. احنا شنو درنا للمغاربه؟ يعني صرفوا الموضوع ديال البريكس، اننا وضعنا واحد المليار ونص في صندوق البريكس او في البنك البريكس، ومن كتدخل المواقع الاصليه للبريكس ما كيلقاوش مليار ونص اصلا، ما عرفت فين هي المليار ونص، واش فرقوا هالشيء؟ فقط بغيت نشوف اشاره انني بحكم انني هنا قريب من مركز اليكانتي، يعني انني كنلقى هنا الازلام النظام الجزائري. اليكانتي شروها عن اظافرها، يعني من احدث زيت شرو اليكانتي، يعني اللي كنسقسيهم كنلقاهم ازلام النظام الجزائري، يعني هنا اليكانتي في نواحي ديال الدينيا وخاب والشارع اكسيتيرا، يعني الجزائريين اصحاب يعني ازلام النظام العسكري والكبرانات شاري هنا بقوه في اليكانتي، كنقول شوف الازلام النظام فين عايشين والشعب فين عايش، يعني كنشوف واحد التناقض، واحد التناقض في كل تناقض مواقع، كبير كبير تناقض كبير والله العظيم. الى على اين انا نختمها بواحد بيت شعري، انني هذا الموت هذا من كاينش القيمه ديال الموت، يقول لك المعري ان حزنا في ساعات الموت اضعاف سرور في ساعات الميلاد، كيقول لك المتنبي الموت آت والنفوس نفائس ومستعز بما لديه الاحمق، وكيكون اخر كيقول لك بما ان حسن الجار على جاره، يقول المتنبي رايتكم لا يصون العرض جاركم ولا يذروا على مرعاكم اللبن، ان هذا الجار صحيح المغرب صحيح ما صنوناش وما كيدروش على مرعانا اللبن، للاسف كان احنا ما اخترناش الجغرافيا، اخترنا الانسان الجزائري اقرب الينا هو اقرب الينا هو الانسان الجزائري في اللغه في اللهجه، كانت فاهموا احنا كنهضروا انا وياك، ما كنلقاوش شي عائق في الحوار، كنلقاو الحوار سلس، ما كاينش شي اوبستاكل بيناتنا. الله غالب والله، غالب انا اسفه ولا اتاسف انا ولا غير نحشم والله، معليش والله غير الواحد يحشم، الله غالب ما عندنا ما نديرو مع الاسف، الله غالب يا خويا. الله يحفظك اختي ونتمنى ان شاء الله يتبدل، ان شاء الله تتبدل وتروح الدوله العسكريه وتولي مدنيه ويتفتحوا الحدود، يولي الشعب الجزائري والشعب المغربي عايشين كامل كيف كيف، ان شاء الله نتمناو نتمنى الله، ان شاء الله ان شاء الله كريمه وحياك الله وحيا الاخت، ان شاء الله. شكرا 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 اخي، شكرا بارك الله فيك، الله يحفظك اختي، شكرا على التكبيس، بارك الله فيكم وكامل اللي راهو يسقسي عليا، نقول لك شكون، شكرا لكم، شكرا شكرا بزاف، انا صافا لاباس راني مليحه، شكرا اخي شيكو بارك الله فيك، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام رزان الطلبي. ما وعليكم السلام اخي الكريم رزان الطلبي، ما كاينش طالبه. سلام، تفضل اخي. من غير كنزه ما بغيتش نسلم عليها. لا لا هي عارفه انا عاصمتها في 36، هي عارفاني علاش كنزه اختي الصغيره. علاش شنو درت يا قلتي لي غادي نقول لك من بعد ملي سولتك في اللايف عرفتيني، ما غاديش فاش قلت لك اشهد كلام كنزه مع داك السيد، قلت لي من بعد شكون هذا السيد؟ والله الا نسيت السي العلاوي. ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، لا كنزه راكي بحال، راه قلت لك راكي بحال 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 اختي الصغيره ولا بحال بنتي، ما كاين مشكل. لا واش على البارح في اللايف، واش البارح في اللايف؟ لا عرفتيني انا كنت التدخلات ديالي كتدخل رزان، ما لقيتكش في الكاست. المهم ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. جوهره ناتي لي داك النهار في الرباط السيمانه الفايته، ناتي لي في الرباط، قلت ملي عطاو كنقرا هذا الماء، كنت انا على خويا عليك قرا هذا الماء كبيره، باش يقولوا راه المغاربه، باش يقولوا المغاربه هماج وشوف شنو داروا البنت بلادنا، وهذه جبت شويه الموضوع ساعه هربتي ليا، ما لقيتش كي ندير الكار الطوموبيل، الحمد لله اللي هربت. انا نعيش في فرنسا. لا راشده عرفتك، لا كنت في الرباط، لا هو يسقسوا فيا في الكاست، ان شاء الله نجي الرباط. جوهره كانت قريبه ليا ولكن عرفات فين كنت في الشارع، فين كنت اجي المكناس رشيده، اجي المكناس ان شاء الله ان شاء الله. شفتك شفتها مكناس، الله يبارك ما شاء الله. بالنسبه لخواتي بالنسبه للجزائريين، بالنسبه للجزائريين اللي من البارح هما كيطلبوا بيان يخرج من المغرب، ما تسناوش المغرب يخرج بيان، خاصكم تقراو شويه الجزائريين، قراو شويه القانون الدولي. هذوك الدراري الله يرحمهم خرجوا من المياه الاقليميه المغربيه الى المياه الدوليه، ومن المياه الدوليه غلطوا ودخلوا في المياه الاقليميه الجزائريه، اذا من هذه المنطقه هذا اشنو هي القوانين اللي كتطبق عليهم قوانين الملاحه العالميه. المغرب ما غاديش يبقى ينوض يغوت بحالكم نتوما. ولكن صبروا سي العلاوي، نعم، واش فرنسا خرجت بيان؟ لا هذوك حتى هما فرنسيين فوالا. هي لا كنشرح لهم، هذيك مساله كتخضع للقانون الدولي، كتخضع للقانون الدولي اولا وقبل كل شيء. اذن فرنسا المغرب يدير تحقيق، ولكن غادي يرفع دعوه بحال فرنسا ترفع دعوه في باريس، الباركيت باري اللي هو سبيسياليست في المسائل اللي كتكون خارجه ارض الوطن. المغرب غادي يرفع دعوه في المحكمه العليا في الرباط في كدال، ومن بعد المسائل هذه كترفع دعوه المحكمه الدوليه. اذا ما تسناوش باش نحن نبقاو نديروا بحالكم. اولا وقبل كل شيء، لو كان كنتو قارين غير شي شويه، هذاك البيان ديال وزاره الدفاع ما خصوش يخرج،